في غزة الغارات لا تتوقف، وأعمدة الدخان الأسود باتت لا تفارق سماء القطاع. مناطق عديدة كانت مسرحاً لقصف إسرائيلي عنيف، بداية من شرقي خان يونس ورفح، مروراً بمخيمي البريج والمغازي، وصولاً لدير البلح. قصفاً أدى إلى سقوط عشرات القتلى خلال ساعات قليلة بحسب مصادر طبية تابعة لحماس، بينما سجل انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. قنابل إسرائيل التي لم تتوقف بحثاً عن قادة وأنفاق حماس كما يقول المسؤولون الإسرائيليون، أفضت إلى حصيلة وصفت بالمروعة للمدنيين، حيث أفادت مصادر طبية تابعة لحماس بمقتل نحو 21,000 فلسطيني في غزة جراء الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أكثر من 100 هدف خلال الساعات الأخيرة، بينها مواقع عسكرية وفتحات أنفاق. حرب يبدو أن لا نهاية قريبة لها، خاصة مع خروج رئيس الأركان الإسرائيلي ليعلن أن الحرب في غزة ستستمر أشهراً، فلا توجد طرق سحرية أو مختصرة لتفكيك حماس بحسب قوله. لهذه الحرب أهداف مهمة وليست سهلة المنال، نعمل في ميدان مركب، لذلك ستستمر الحرب لأشهر طويلة، وسوف نعمل بأساليب مختلفة بحيث نحافظ على الإنجاز لفترة طويلة. لا توجد حلول سحرية ولا طرق مختصرة لتفكيك حماس إلا بالعمل المستمر، ونحن لدينا إصرار. وأمام تمسك إسرائيل بالمضي قدما بحربها الشرسة على غزة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط القطاع، كما حضت القوات الإسرائيلية على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين. المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان كان صارما في حديثه، حيث شدد على أن التحذيرات وأوامر الإخلاء لا تعفي إسرائيل من كامل التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي.